حراك حركت من هذا الشط نا جماعة لمينا دراهم شينا لابوسول وجي بي اس طلعنا في بوطي وتكلنا لله كنا حاسين روحنا بلي انا رايحين للجنة احنا رحنا لجهنم في البحر البحر كان كالم هذا البحر ما يتأمنش غدار كان كالم تولى موبيطة شفنا الموت بالعينين زيدوني المال وما نحركش صغيرة ها بدأت تحرك فيها يدخل شلان ما يجيبوه النش بس ما دلها والو هاد الدودة ما يدلها والو احنا رانا نشوفو احنا رانا فاتنا الوقت ولا كان نشوفو الشباب هذا وين يضيعوا الشباب هذا وين يروحوا ما عندهمش وين يروحوا راهم يشوفو ربي في هاد البلاحة suis agriculteur après avoir depuis que je suis né j'ai fait une formation à l'université qui n'était pas du tout du ressort de l'agriculture. Les jeunes peuvent faire beaucoup de choses. لاحظ على كل حكيد ان التكوين هذا لاحظنا باللي الشباب راه يجي والشباب مهتم لانه الشباب مهتم بيدير الزراعه هذه احنا ماذا بينا نعطوا الدفع لهذا الشباب باش يمارس مهنه الفلاحه وترجع الامور كما كانت هذه منطقه العماريش كانت محرومة يعني هي محرومة واليوم هذا الأرض إحنا يا ماذا بينا كنا كانوا جدودنا يخدموا بها هم جدودنا إحنا جدودنا كي توفى والدينا وكل شيء ما زلنا رانا في ذا الأرض نخدموا بها قلت لك الدولة يعني على هذا التدعيم على هذا التدعيم مطلبنا هذا التدعيم جبناه رانا نخدموا به بس عشتها هي لا لنا نخدموا في هذا التدعيم هذا التدعيم إحنا ما يخصونا فيه صوالح راك تشوف في ذا المنطقة تاعنا الشبيبة قاعدين مساكر الله غالب يلتاحوا الله غالب هذا الدوار هنا يسموه درجة وحنا هنا في اللحة زعما صغار ماش كبار بزاف زعما كيما مستغاليم وكيما نخدموا حاجة اللي قدنا شوية بطاطا بصل وريه هنا الحجرة بزاف شايلة في هاد الأوينة الأخيرة هذه تاع الوزين هذا صمتها والله لا صمتها رانا نخدموا كي شغل واحد يخدم وقلبها مشي ليه لاك تغرس خطرة خطرة ويجيك واحد ها بيديروها وزين ها بيديروها تاع السيمان ها الوزين هذاك ملهيه ها واحد يطلع ويهود شو داروا باراج هنايا ها كون تشوفه والله ما تأمر راسك باراج ينسس ها زوج حجرات وينسس يروح ونخدموا في الارض نخدموا الشجره نخدموا الفلاحه نخدموا كل اللي نخدموا في الارض اللي كاينه الوجده نخدموها ما تركوش الارض وهذا الماء حنا من نسيبوا الواد كيما قال نفرحوا نخدموا زيدوا نخدموا نسيبوا الماء جاي وقوا نفرحوا نخدموا vers les années 83 j'ai opté pour le travail de l'agriculture abandonné une carrière professionnelle pour l'amour de l'agriculture et dont je pouvais en tirer les moyens de mon existence et en même temps de former mes enfants pour l'amour de la terre Ces techniciens ont été dans une coopérative ancienne. Elle produit les seins et le miel et les ruches.
La coopérative, elle est basée sur des jeunes, moins de 30 ans. C'est eux qui travaillent. Madabine, on a benzid, on a d'accord d'autres jeunes qui ont le métier de l'apiculture. Zid, il y a un programme, j'ai dit, il y a un programme, j'ai dit, il y a un programme, j'ai dit, il y a يجوا يديرون حال ولا استفاد من حاجة تاع بحار ولا استفاد من حاجة تاع لا رانا نخدموا ونصوروا نهارنا خير نضلوا كاتبين خير من البيطارة خير من كنا قاعدين.